ندخل اليوم في أول محاضرة ضمن مقرر مبادئ الإدارة والذي أقدمه هذه السنة، وضمن متطلبات إذن بكالوريوس مبادئ الإدارة في الاتصال المطور بجامعة الملك فيصل. مقرر مبادئ الإدارة العامة مهم جدا لاعتباره كحلقة وصل بين المفاهيم التي درستموها في مقرر مبادئ الإدارة خلال الفصول الماضية، وما سوف تعرفونه خلال هذا المقرر والذي سوف يربطكم بعالم الإدارة العامة والذي يختلف نسبيا عما درستوه في مبادئ الإدارة. في أوجه تشابه كثيرة بخصوص مقرر مبادئ الإدارة ومبادئ الإدارة العامة، ولكن هناك أيضا كثير من العناصر التي تجعل الإدارة العامة تتميز عن إدارة الأعمال. ويمكن أن نقول أن أول شيء يجب أن يؤخذ بالاعتبار حتى تتضح الصورة أمام الطالب والطالبة على أساس أنه ليس إعادة للمفاهيم الموجودة في مقرر مبادئ الإدارة، بل يمكن نقول أن الطالب سوف يتعرف على جانب جديد من الإدارة، وهو إدارة أو الإدارة العامة والتي تتعلق بالهيئات الحكومية والهيئات والإدارات التي تقدم الكثير من الخدمات، والتي يمكن للطالب أن يحتك بها يحتك بها يوميا خلال حياته الاجتماعية. بصفة عامة يمكن نقول أن مبادئ الإدارة وهي يعني مرتبطة بمبادئ إدارة أعمال كانت أكثر ارتباطا بعالم الأعمال الذي يهدف أساسا إلى الربحية. أما الإدارة العامة وهذا هو أول جانب يختلف فيه أو تختلف فيه الإدارة العامة عن إدارة الأعمال، أن الهدف ليس الربحية، يعني في نهاية الإدارة العامة تحاول أن تؤدي مهام معينة دون وجود الغاية النهائية وهي الربح. نأخذ مثال بسيط، كم من إدارات موجودة في المملكة العربية السعودية تقدم خدمات نسبيا مجانية للمواطنين، وهذه الإدارات تعتمد على إدارتها أو تستخدم أساليب حديثة في الإدارة تتشابه مع ما تم دراسته في مبادئ الإدارة الكلاسيكية إدارة الأعمال، ولكن الغاية في النهاية هو تقديم خدمات للمواطنين. وفي غالب الأحيان أيضا هذه الخدمات الدولة هي التي تتكفل بتمويلها، الاستثمارات الهائلة التي تقوم بها الدولة في مجالات الخدمات العامة هي كثيرة جدا وكما قلت بميزانيات كبيرة. إذن هذا المقرر هدفه هو ترسيخ القواعد الأساسية والهامة للإدارة العامة، أي أن الطالب من خلال هذا المقرر سوف يتعرف على أهم الجوانب وأهم العناصر التي تتميز بها الإدارة العامة، وكذلك كيف سوف يتحرك خلال هذه العناصر، كيف سوف يتحرك المدير، لأن نعرف أن المدير في إدارة الأعمال عنده مهام وعنده أدوار كثيرة هي تقريبا نفسها في الإدارة العامة، ولكن فيها جوانب تختلف تماما عن إدارة الأعمال. كذلك التعرف على آلية التعامل الإداري داخل الإدارات الحكومية، فهناك آليات كثيرة يمكن نقول بيروقراطية، مع أن المصطلح بيروقراطية لا يجب فقط أن ينظر إليه من جانب التعريف العام أو العامي بمعنى السلبي، ولكن كل ما يتعلق بهيكلة معينة للإدارة يمكن نقول أنها تعتمد على أسس
يعني الصلاحيات ووجود مهام معينة مرتبطة بقرارات كثير من الأحيان مثلا سياسية. كذلك التعريف بأفضل التطبيقات في مجال الإدارة العامة في القطاع الحكومي، وهذا يجعلنا نفكر أن الفكرة الأساسية أن الإدارة العامة ليست جامدة، معنى الآليات وكل ما يتعلق بالإدارة العامة تتحرك مع تحرك البيئة. ويمكن أن أعطي مثال بسيط، هو أن تأثير التكنولوجيا اليوم أدى إلى أن الإدارة العامة تحولت وتغيرت وأصبحت يعني الكثير من الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية أصبحت إلكترونية. بفضل ماذا؟ بفضل التحولات التكنولوجية التي اليوم نعيشها. فمفهوم مثلا الإدارة الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية أصبح منتشرا في كثير من الدول المتقدمة، ويمكن نقول أن في المملكة العربية السعودية هناك استراتيجية كبيرة على مدى البعيد لترسيخ مبدأ الحكومة الإلكترونية وجعل الكثير من الخدمات سهلة الحصول عليها من خلال الوقت وأيضا المكان. إذن ما هي الأهداف الإجرائية لهذا المقرر؟ يعني أول هدف هو أننا نشرح خصائص الإدارة العامة ودوافع التحول إلى إدارة العامة جديدة. كما قلنا يعني هناك عمل كبير في مجال الإدارة العامة على مستوى الإبستيمولوجي، أي على مستوى العلمي البحثي. هذا العمل يواكب التطورات التي تحدث في العالم ويواكب التغيرات التي هي موجودة حتى على مستوى متطلبات المستهلكين، يمكن أن نستخدم هذا المصطلح، أو العملاء، لأن المواطن في النهاية حتى لو يحتك بالإدارة العامة هو يحتك بها للحصول على خدمات معينة. إذن يمكن اعتباره بالمفهوم الإدارة الحديثة على أنه عميل يجب على الإدارة أن تحاول إيجاد أرضية لإرضائه، وحتى ترضيه يجب أن تتعرف على حاجياته وتحاول أيضا أن تنوع وتبدع في هذه الدراسات التي في النهاية تتعرف على احتياجات الزبائن لتلبيتها. كذلك من الأهداف هو إدراك خصوصيات الموضوعات مثل اتخاذ القرار والجوانب المالية وإدارة الموارد البشرية في مجال الإدارة العامة. هنا إذن فيه اختلافات كما قلنا في مجال الإدارة العامة بالمقارنة مع إدارة الأعمال فيما يخص مثلا إدارة الموارد البشرية. الإدارة العامة الموظف عندما يتم يعني استقطابه وتوظيفه في الهيئات الحكومية يعني تجد صعوبة كبيرة في تسريحه. يعني في كثير من القطاعات الحكومية البحث عن وظيفة حكومية في هيئات حكومية في النهاية هدفها هو البقاء إلى غاية نهاية فترة العمل، أي حتى الوصول إلى فترة التقاعد. في إدارة الأعمال في كثير من الشركات، أتكلم هنا عن بيئات رأسمالية متطورة، يعني التسريح العمال ومطالبتهم بأداء معين وإلا يسرحون هذا موجود. أما في إدارة العامة نجد صعوبة كبيرة في تطبيق هذه المفاهيم. إذن سوف نلاحظ أن هناك هذه الفروقات، وسوف نحاول أن نتعرف عن هذه الخصوصيات. نأخذ الجانب المالي مثلا. الجانب المالي الكثير من الهيئات الحكومية يقولون هي ليست ربحية، وبالتالي مصادرها المالية بنسبة كبيرة تأتي من الدولة أو من الأطراف التابعة لها، وزارات مثلا، وبالتالي هي مقيدة في مستوى معين من الأداء بهدف بوجود هذه العوائق المالية. هناك تطورات في هذا المجال، بحيث أن كثير من الهيئات الحكومية الآن
تحاول أن تنوع من مصادر دخلها، فنجد مفاهيم جديدة للتمويل بالإضافة إلى التمويلات التي تحصل عليها من طرف الحكومات والأطراف التابعة لها أو الهيئات التابعة لها. كذلك الإلمام بهياكل الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية وخصائصها. إذا سوف يكون عندنا أيضا هذا التوجه في محاضراتنا، وهو أن نربط الطالب بالبيئة التي يعيش فيها. هذا لن يمنعنا في بإعطاء أو إعطاء أمثلة من دول أخرى متقدمة، لكن الشيء المهم أن الطالب يتعرف عن الإدارة العامة وعن كل ما يتعلق بالإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، وهذا عبر كما قلت الأمثلة والشروحات التي نربطها إذن بهذه البيئة. كذلك الربط بين المفاهيم الحديثة التي ظهرت نتيجة لتطور كما قلنا لتطور تقنية المعلومات. هذا مهم، هذا الجانب مهم جدا، لأن الحكومة الإلكترونية وكل ما يتعلق بالإدارة الإلكترونية للخدمات العامة أصبح ضمن يعني اهتمامات الدول المتقدمة. لا يمكن تصور اليوم مثلا بعض الخدمات بطريقة قديمة. الآن يمكن نقول أن هناك كثير من المعاملات يمكن أن تنجز من البيت دون التحرك إلى والذهاب إلى مكان معين، إلى إدارة معينة في مكان معين، مما يتطلب وجود هيكلة أو هياكل تكنولوجية متطورة جدا تعتمد عليها الدولة لتقديم هذه الخدمات. ويمكن نبسط الأمر، يعني وجود شبكة إنترنت قوية جدا في بلد معين سوف يسهل تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر أنظمة متطورة وبسهولة وفي وقت زمني قصير جدا. إذن هناك الآن عمل كبير لنقل مفهوم الإدارة الكلاسيكية في موجودة في مبنى معين إلى إدارة افتراضية virtual، أي أن الإدارة تتحول إلى صحيح موجودة في مكان معين، ولكن هي التي تنتقل إلى المواطن وإلى العميل لتقدم له الخدمات أين ما هو يناسبه وليس العكس. إذن هذا هو التحدي، هذا هو التشالنج، ولكن قلنا هذا حسب إمكانيات الدول وحسب قدراتها. المملكة العربية السعودية ضمن خطة 2030 موجود هذا التوجه الكبير نحو جعل الإدارة أكثر إلكترونية، مما سوف يعني يجعل المواطن يتحصل على هذه الخدمة بطريقة أسهل. إذن ما هي محتويات هذا المقرر؟ المقرر سوف يكون فيه عدة مواضيع، هذه سوف تكون مواضيع يعني أو نقاط وليست عناوين فصول، ولكنها المواضيع التي سوف نتطرق إليها. لدينا المفاهيم الأساسية للإدارة، هذه سوف نطرحها بطريقة نظرية. الإطار العام للإدارة العامة، التخطيط الحكومي، البيئة العامة للإدارة العامة، كيف يتخذ القرار في الإدارة العامة، يعني ما هي أدوات اتخاذ القرار، كذلك إدارة الموارد البشرية والإدارة العامة، وهذا جزء مهم جدا في موضوعنا، لأن سوف نرى هناك إشكاليات كبيرة بخصوص إدارة الموارد البشرية في الإدارات العامة. لدينا الإدارة المالية في المؤسسات العامة، وكذلك الشراكة بين القطاع الخاص والعام، والإدارة العامة في المملكة العربية السعودية ك يعني دراسة حالة مهمة جدا للتعريف الطالب والطالبة بواقع الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، مع وجود خصائص تميزها، خصائص ثقافية وخصائص اجتماعية تميزها عن كثير من الدول. كذلك الاتجاهات الحديثة للإدارة العامة كما قلت، منها الحكومة الإلكترونية، وكذلك ضمن الحكومة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية هناك الآن توجه نحو التركيز على ما يسمى
إدارة المعرفة بالونيزية كما يقال يعني أو تسمى knowledge management، أن المنظمات أو الهيئات الحكومية أو الهيئات العامة تحاول أن توجد معرفة يمكن تخزينها، يمكن تنميتها، يمكن نشرها بسهولة بحيث يستفيد منها الكثير من الأطراف على مستوى بيئة معينة، وبالتالي يعني كل هذه المعرفة لا تضيع إذا كان يمكن نقول أن هناك إشكال ضياع هذه المعرفة، وكذلك بمعرفة موجودة يمكن أن نبني معرفة جديدة. هذه التحديات يعني الموجودة الآن في مجال الإدارة العامة، وكذلك موضوع الحوكمة أيضا مهم جدا، الجوفرنس بمعنى الأشياء التي تتعلق بجوانب اتخاذ القرار والجوانب أيضا كل ما يتعلق بجوانب الأخلاقية في الإدارة العامة. إذن هذه هي المواضيع. الكتاب كتاب الذي سوف يعتمد في هذا المقرر هو كتاب الإدارة العامة للدكتور سعود النمر وآخرون، يعني هو مجموعة من الكتاب أظن 4 كتاب، الطبعة هي الطبعة 7، مكان النشر هو الرياض، سند النشر هو 1432. إذن سوف نعتمد على الكتاب هذا ضمن يعني متطلبات المقرر أن كل طالب يكون عنده هذا الكتاب، وقد يجد الطالب كتب أخرى في الإدارة العامة لا حرج أن يستخدمها، لكن هذا هو المعتمد. يعني احنا دائما نحفز الطلاب والطالبات على أنهم يستخدمون مراجع متنوعة، ولكن دائما بالاعتماد حتى يكون هناك أيضا يعني اتفاق على ما هو مطلوب من الطلاب والطالبات، نعتمد هذا الكتاب وهو الكتاب الأساسي الرسمي المعتمد. الكتاب موجود في المكتبات المعروفة، مكتبة جري والعبيكان في فروعها في أو فروعهما في المملكة العربية السعودية. المراجع الأخرى أيضا معتمدة باللغة الإنجليزية، كتاب روزنبلوم وكراتشوف كراتشوك Public Relations Public Administration Understanding Management and Politics and Law in the Public Sector. هذا كتاب أيضا الذي يعني يتمكن أو يتحكم في اللغة الإنجليزية يمكن أن يعتمده. لكن الشرائح الموجودة والتي سوف تجدونها في الموقع والتي سوف تتابعونها في هذه المحاضرات هي مبنية أو مستنبطة من كتاب إدارة العامة للدكتور سعدون وكتاب آخرين. بخصوص توزيع الدرجات، الكثير من الطلاب يعرفون هذا خلاص الآن، يعني بعد كثير من المقررات، التوزيع هو التوزيع الكلاسيكي، مشاركة في منتديات الحوار 10 درجات، والحضور في المحاضرات المسجلة 10 درجات، واجبات منزلية 10، اختبار النهائي 70، المجموع 100. ما هي الساعات المكتبية؟ أنا وضعت 3 أيام إن شاء الله في الأسبوع بخصوص الساعات المكتبية، هي الأحد الثلاثاء والخميس من الساعة 10:30 إلى 12. يعني أي طالب وأي طالبة في هذه الفترات يمكنه أن يتصل بي عبر الجوال. المشكلة أن إحدى الآن الجوال لم يعني رقم الجوال غير متوفر، لأن يعني القسم عفوا الكلية والعمادة لم تعطيني بعد جوال، لكن هذا سوف يوضع لكم خلال في الموقع في الأيام القليلة القادمة. إذا التواصل يكون عبر الجوال في خلال الساعات هذه المكتبية. الذي يريد أن يتصل بي عن طريق الميل، الميل الخاص هو nhalien@kfuedu.sa. هذا بخصوص يعني طرق التواصل معي. الطالب يمكنه يعني أنا دائما أشجع الطلاب على التواصل مع أعضاء التدريس، لأن خاصة خلال المقر وليس في النهاية، يعني في النهاية بعض الأحيان عضو التدريس تكثر عليه يعني اتصالات ولا يستطيع يلبي أو يتحدث مع الجميع، لكن طالب وطالب يمكنه يعني خلال الفصل خلال مراجعته المحاضرات إذا كان فيه غموض، إذا كان يريد شروحات أكثر يمكنه أن يتواصل معي، وهذا من حق الطالب لكن في إطار ساعات المكتبية.
إذن أكرر، المقرر مهم جدا، المقرر في متناول الجميع لكي يستفيد الطالب ويبني انطلاقة جيدة. أدعوه أن، والطالبة أيضا، أدعوه لمراجعة مقرر مبادئ الإدارة. بمراجعة مقرر مبادئ الإدارة واستحضار كل المفاهيم الموجودة في مبادئ الإدارة سوف يسهل له الدخول في هذا المقرر وفهمه بسهولة. إذن أتمنى للجميع التوفيق والسداد، وإن شاء الله يكون لدينا موعد في محاضرته الأولى خلال هذه الأيام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.